يعني الاسعار شفناهم طلعوا تزادوا شحال هذه، وكنا كان يعني كثرت الوعود اللي سمعنا انهم اليوم غيتنقصوا غيتنقصوا السيمانه الجايه الشهر الجاي. العرض ديالنا اللي هو العرض الجديد ديال ايموراجي اللي غادي يكون في الجوله ان شاء الله الرمضانيه، عرض سوق راسك. من خلال هذا العرض حاولنا نعالجوا بزاف القضايا الاجتماعيه اللي كيعاني منها الشعب المغربي دابا، واللي هي مثلا غلاء الاسعار زعما فوالا الاساسي هو غلاء الاسعار. علاش؟ لانه حنا كنبقاو ككوميديان نقدروا نوصلوا الرساله بطريقه سهله بلا ما نتهكموا على الموضوع، بلا ما نجرحوا ما يكونش الجريح. وحنا الحمد لله كيف ما ولفنا الجمهور اننا كل عام كنوجدوا عروض باش انه نخلقوا واحد الجو فرجاوي، وهذا هو الاساس. فريق كيتجمع باش يقدم واحد العمل فني للجمهور. هذا مشكل زعما، ماشي عنده ما محددش في واحد، زعما هذا مشكل كنعانيو منه كاملين كاي واحد راه كيعاني منه. يعني هو كمرأة المسؤول بطريقه او باخرى راه حتى هو غادي يعاني من ذاك الغلاء، حيت راه الغلاء راه بحال قلتي سلسله، راه ملي كتزيد في هذه كتزاد هذه كتزاد هذه، دونك الا وصلنا واحد زعما طول بزاف راه غيتضرر كل شيء. كنقول انا مثلا انه حنا الرساله ديالنا ماشي فيها تجريح، ولا ماشي كنقيسوا شي حد، ولا كنتهموا شي حد بانه هذا، ولكن المطلب الاساسي هو انه خاص يتلقى حل وصافي. وليسونسيال عندنا في العرض اننا ندوزوا الميساج بالضحك، نعالجوا هذا الموضوع بطريقتنا بطريقه فكاهيه، ما يكونش فيها حتى شي اتهام ولا تجريح لتا شي واحد. مرحبا بكم في ايموراجي، وان شاء الله نشبعوا ضحك ونشطوا كاملين ونعيشوا الاجواء اللي كنعيشوها كل عام ان شاء الله، ومرحبا بكم. هذه الجوله هذه كما كتشوفوا العنوان ديالها سوق راسك، اللي غتكلم على المعاناه ديال المغاربه يعني في المنتوجات والاسعار، يعني غادي نحاولوا نوصلوا واحد الرساله بطريقه كوميديه ان شاء الله، وكنتمناها توصل هذه الرساله هذه. تقريبا بدا من 2010 2010 ل 23 شحال تقريبا؟ شحال ما ما شادش الحساب. 13 عام تقريبا. الحمد لله عندنا ما يكفي، وعندنا واحد البركه ديالنا يعني نقدروا على هذه المسؤوليه هذه. والحمد لله بالنسبه للشباب كاع اللي خدمت معاهم في ستاند اب، الحمد لله راهم غاديين شاقين المسار ديالهم. خير مثال يوسف الرقاب اللي التحق بايموراجي وكيخدم معايا في العروض ديالي الفرديه، كيكون معايا دائما في لافون بروميير، حمزه الاسمار، ادريس المدياني، يعني الحمد لله كاع الدراري اللي دازوا معايا الحمد لله في برنامج ستاند اب، فكنشوف فيهم بانهم بخير مزيان شاقين الطريق ديالهم. وانا دائما كنبقى خوهم كما كنقولوا، اللي راسو صغير واللي يستحق راه غادي يكون دائما غيلقى كما كنقولوا مرحبا به، فهمتي؟ اللي يستحق هذا.